My name is Professor Ali Goda Muhammad Abdul Wahab. بالنسبة للثورة، بالنسبة لي أنا، هو هناك تعريفات متعددة للثورات. الثورة هي تغيير شامل في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية للمجتمع. هذا هو مفهوم ثورة بالنسبة لي. إنما هناك فارق بين الثورة والانقلاب. الانقلاب يحدث في بعض البلدان النامية، والانقلاب دائما يكون عسكريا وليس مدعوما من جانب الشعب. فالثورة هي تغيير شامل في جميع النواحي بالنسبة للفرد أو المجتمع، في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتعتبر تغيير كلي في المجتمع بالنسبة لي. ميدان التحرير ده الميدان سمي بمناسبة أيام الخديوي إسماعيل، سمي على أساس إن ده مرتبط بعملية الثورة ضد الاستعمار، وقامة العديد من الثورات ضد الاستعمار حتى بدءا من أيام الخديوي إسماعيل، فسمي هذا الميدان بالنسبة لتحرير. التحرير يعني تحرير من المستعمر اللي بيحتل مصر في هذه الفترة، ده المقصود بميدان التحرير. كلمة تحرير تحرير من الاستعمار. معنى ميدان التحرير هو معنى ميدان التحرير هو المكان الذي يحمل رمز التحرير من المحتل.